السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكل المشاهدين من جميع أنحاء الوطن العربي من المحيط للخليج. برحب بكم على قناة مصطفى أمين على اليوتيوب. هنتكلم النهاردة في موضوع مهم في تربية الماعز، ألا وهو إزاي الاهتمام بيهم في الشتاء. هنهتم بيهم في الشتاء، أهم حاجة التغذية الكويسة في فترة الشتاء. في الساعة الماعز بتتأثر جدا ودرجات الحرارة القليلة بتأثر عليهم، لازم يكون في غرف تكون موجودة على السطح أو مكان يتقفل عليهم بالليل، أو يكون مكان بيتقفل كويس إن هما في الساعة يخشوا فيه، ويكون في مكان بالنهار واسع زي كده إن هما المعيز تستمتع بالاستلقاء في الشمس، وإن هي تبقى تتدفى في أشعة الشمس، وكمان الشمس بتطهر المكان وبتحافظ على نظافة الماعز. مكنوش مبلولين، الأرضية ما تكونش مبلولة، لأن في الشتاء يكون الأرضية بيكون فيها رطوبة، لازم تكون في أشعة شمس بتكون في المكان علشان تعمل عملية تدفئة بالنار ليهم، وإن هما يقدروا برضو يتحركوا بسهولة في المكان. طيب لو هنتكلم بقى في التغذية، أنا بأكلهم دلوقتي اللي هو البرسيم، دي هو المادة المالقة، برسيم بالنهار، وفترة المغربية بحط لهم اللي هو القشر فور صويا، وبضيف عليه اللي هو الردة، بتحط لهم اللي هم ياكلوه فترة المغربية دي، اللي هو الايه الوجبة اللي هي الخشنة، او اللي هو الوجبة اللي باكلوها بالليل. برضو بنحط لهم اللي هو الذرة الناشف او الذرة الحب، حب الذرة اللي هو الناس بتكسره بتعمله اللي هو الدشيشة، بيحط لهم ذرة، ده برضو بيكون مفيد جدا ليهم علشان عملية الدهون والحرق يكون كويس عندهم، ان هما يبقى فيه تدفئة بالنسبة لهم وفيه تغذية كويسة. نتكلم برضو عن علامات صحة الماعز. صحة الماعز بنلاحظ العيون بتاعت الماعز كويسة، مفيش فيها اي حاجة، وكمان لون الجسم، لون الشعر يكون زاهي، الديل يكون مرفوع بالشكل ده. كل ما يكون الديل مرفوع معناه انه الماعز بصحة جيدة، ومنطقة الاخراج بتاعته نظيفة معناها ان مفيش اسهال، مفيش اي حاجة، والجدي او المعزة بتتحرك بصورة سلسة وصورة كويسة. ديت معلومات لازم بنشوفها في الماعز، لو احنا هنشتري ماعز لازم بنشوف المعلومات دي او المواصفات دي بتكون موجودة في الماعز اللي احنا هنشتريها، تكون بتتحرك كويس، ما يكونش فيها عرق، ما يكونش فيها اي حاجة. وبنتابع معاهم، اهم حاجة ان ما يكونش فيه امراض ومفيش اي حاجة على الماعز. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديد الاشعارات، وتشاهدوا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.